بدون شروط وبدون اي حاجه وبتسهيلات فظيعه. اخر يوم لحجز شقتك بالتقسيط في 8 محافظات من مجلس الوزراء. ايه الحكايه؟ تعالوا نعرف الحكايه. اهم حاجه نعمل لايك وشير للفيديو علشان الكل يستفيد. النهارده هنتكلم عن شقق التنميه الحضريه اللي اعلن عنهم منذ فتره، والنهارده اخر يوم في التقديم. طبعا هقول لكم طبعا كل حاجه عن المشروع، عن موعد الحجز. طبعا موعد الحجز ان شاء الله هيكون النهارده اخر يوم اللي هو في ديسمبر 31 ديسمبر 2023، ده اخر يوم اللي هو اعلن عنه اللي هو صندوق التنميه الحضريه. طبعا الشقق نزل حوالي 8 محافظات بتسهيلات ميسره وشروط معقوله. طبعا قال بالنسبه للشروط مفيش شروط، اي حد يقدر يقدم في هذا المشروع. طبعا المشروع الحضريه في اماكن مميزه جدا جدا. طبعا المهندس خالد صديق قال ان لا توجد شروط خاصه للتقديم، ويمكن لاي فرد يحصل على هذه الشقق من الشقق السكنيه بتاعت الدوله. طبعا الاماكن الموجود فيها هذه الشقق تشمل المحافظات القاهره، الايوبيه، سوهاج، الفيوم، المنيا، الشرقيه، كفر الشيخ. بالنسبه للاسعار تتراوح من 700,000 وحتى 4,640,000. طبعا الاسعار بتشمل انظمه السداد، دفع حوالي بتدفع حوالي 15% مقدم، وبتقسط باقي قيمه الوحده على 5 سنين بدون فوائد. وفي حاله يعني او ما لو سددت الشقه كامله بيدخل يتم حوالي خصم 8%، يعني بتاخد الشقه بتاعتك بدون فوائد على 5 سنين. طبعا دي ميزه كويسه ومحدش بيدي طبعا الخصم ده كله ولا اي حاجه. انت لو خدت شقه بره في اي قطاع خاص هتاخدها لو على سنه حتى بتاخدها بفوائد، لكن ده النظام ده كويس على 5 سنين بدون فوائد، ودي حاجه محترمه جدا وتحسب لصندوق التنميه الحضريه. طبعا لو انت هتسد الفلوس دي كاش مره واحده هيتم خصم حوالي 8% من قيمه الشقه ومن قيمه الوحده بتاعتك، تمام كده؟ طبعا كان في رقم هم عملوه رقم واحد عشان الناس اللي عايزه تبيع او تشتري او تسال عن اي حاجه، كان رقم هو اللي هو 15 3 4، ده الرقم اللي هم قالوا عليه في صندوق التنميه الحضريه. طبعا انا شايف الشقه دي مميزه جدا وحاجه كويسه وحاجه محترمه جدا، ويا ريت اللي محتاج حاجه زي كده يروح يقدم. طبعا احنا قلنا على المحافظات اللي هي في القاهره والايوبيه وسوهاج والفيوم والمنيا والشرقيه وكفر الشيخ والدهاليه، طبعا محافظات كتير ومحافظات مهمه جدا والشقق فيها محترمه جدا. انا رحت الشقق دي فعلا كانت حاجه جميله جدا وتشطيبات على اعلى مستوى، وحاجه بصراحه تحسب لمجلس الوزراء وصندوق التنميه الحضريه في حاجه زي كده. يا ريت كلنا نشوف المشروع دوت، وانا هسيب لكم الرابط بتاع صندوق التنميه الحضريه. والنهارده خلي بالكم النهارده اخر يوم الاحد اللي هو النهارده 31/12 الحد 20/23 اخر موعد للتقديم في شقق صندوق التنميه الحضريه. يا ريت كلنا نشير الموضوع ونشير الخبر عشان الكل يستفيد، عشان ناس كتير بتسال على موضوع الشقق دي ومحدش للاسف بيعرف الا بعد التقديم ما بيخلص. اهم حاجه تشير في الخير الحاجات اللي زي كده عشان ربنا يسعدك ويفتح لك فرص زي كده. اهم حاجه يا جماعه عايزين نعمل لايك وشير للفيديو علشان الكل يستفيد. لايك وشير عشان بيعلي القناه يا جماعه بعد اذنكم، واكتب تعليقك الحلو. كل ما تكتب تعليق كويس وبتعمل مشاركه للفيديو كل ما الفيديو بيعلى معانا ان شاء الله والقناه بتكبر بيكم يا احلى واكبر يوميات عائله حسن. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.